ولسه مكملين حلقتنا مع حضراتكم في نهارك سعيد. وخلونا نتكلم عن التشكيل الوزاري اللي اعلن امبارح، وتم حلف اليمين خلاص بشكل نهائي ما بين مؤيدين ومعارضين لبعض الوزراء، وما بين ان احنا يعني خلونا طيب نمشي المركب علشان نشوف احنا رايحين فين ونعدي بمصر الى بر الامان. خلونا نتكلم عن التشكيل، وجود شباب، عدم وجود شباب، هي دي حكومة انقاذ وطني ولا دي حكومة انتقالية؟ يعني عشان احنا عندنا شوية تساؤلات كده قد تبدو بدائية ولكن معظمنا بيفكر فيها اليومين دول. خلونا نرحب بضيفنا سيد السفير استاذ محمد رفاعة الطهطاوي. نهارك سعيد يا فندم. اهلا وسهلا، منورنا. الله يخليك. سيد السفير، هي الحكومة دي كده اسمها انتقالية ولا اسمها انقاذ وطني، وايه الفرق؟ والله الحكومة يعني زي ما حضرتك عارفة أثناء المظاهرات والاعتصامات كانت هناك مطالبة بحكومة إنقاذ وطني. صحيح. ليه حكومة إنقاذ وطني؟ لأن إحنا بلغنا حالة من الغياب الأمني 10 أشهر، ما عرفناش نرجع الأمن كما يجب، تدهور في الحالة الاقتصادية بشكل خطير. صحيح. غياب في السياحة، كل هذه المؤشرات، استمرار بعض الممارسات التي تعتبر امتداد للنظام السابق، المحاكمات العسكرية، استمرار قانون الطوارئ، كل هذه المسائل. فكانت هناك حاجة ماسة إلى حكومة قوية تستطيع معالجة الوضع، وقيل إنها حكومة إنقاذ وطني، وطرحت أسماء. صحيح. السياسيين، المجلس العسكري فاجأ الكل باختيار شخصية من مع كل تقديرنا لها رئيس وزراء سابق في عهد مبارك، ليس من الشباب، ولكن رجل قدير. المهم، فهذه الحكومة مفترض أن تكون حكومة إنقاذ وطني، يعني إيه؟ برؤية جديدة، بقدرة على اتخاذ قرارات جديدة. يقال ان هذه الحكومه لها صلاحيات، ده المرسوم اللي طلع صدر، لها صلاحيات الرئيس. رئيس جمهوريه شيء مطمئن مبشر. التشكيل تشكيل يعني روتيني جدا، لانه معظم الوزراء اما وزراء قدامى او وكلاء وزاره تم ترقيتهم لدرجه وزير، وهذه فهي ليست وزاره سياسيه، وادخل بعض عناصر الشباب في مناصب مساعدين وزير ولا نواب وزير بصلاحيات غير محددة. المهم، هذه الحكومة حكومة يعني أنا كسياسي لا أتوقع منها خيرا كثيرا، وأرى أنها حكومة ضعيفة. لكن خلينا نعمل إيه؟ خلينا نبقى إيجابيين. طب أنا عايز، أنا في حضرتك قلت عندي أسئلة كتير عايز أسألها. واحد، حضرتك قلتوا ان حكومه انقاذ وطني، وخليني اخد راي الثوار او راي المعترضين او المطالبين بحكومه الانقاذ الوطني، انه ليه حكومه انقاذ وطني؟ يعني اولا فيها مجموعه من الوجوه اللي الناس عندها ثقه فيها، مش بس مشكله الامن ومشكله الاقتصاد والجزء التكنيكال او التقني او المهني او السياسي، لا، الناس عايزه وجوه تثق فيها، لان في حاله فقد للثقه في الاعلام، في التعاملات، في البيانات وفي التصريحات، في حاله فقد للثقه شديده جدا من قبل المواطنين او الثوار ومن قبل الحكومه. ده واحد. اتنين، احنا عايزين حكومه انقاذ وطني يعني تبقى اقرب للمحكمه الثوريه في قراراتها، يعني من ثبت انه غلطان يبقى خلاص يعاقب، ويبقى في قرارات بتطبق، يبقى قانون عزل بيطبق من غير مماطلات وشد يعني كنا عايزين نحس انه نتاج للثوره، مش عايزين نحس انت ست ثوريه خالص. خالص، انا بقول لك راي الناس، مش دعوه. شوفي حضرتك، يعني زي انا متفق مع حضرتك في الجزء الاول على الاقل. اتفضل. كنا عاوزين وجوه سياسيه تحظى بثقه الناس، تعطي ثقه للناس، تعطي ثقه حتى للمستثمرين، للناس اللي بيتعاملوا مع مصر، ان في حكومه صاحبه قرار. هذا لم يتم. كان مثلا مرشح الدكتور بلدي، انا لست من انصاره، لكن له وزنه، مصداقيته، استقلاليته، كان هذا سيعتبر اضافه حقيقيه للحكومه.
المهم كان مرشح اسامي برضو عشان ما نبقاش بندعو للبرادعي فقط. انا مش بدعو للبرادعي، انا فاهم الحك مش من انصاره، بس كان مرشح كل الاسامي او كل الاسامي مرشحه للرئاسه. عبد المنعم الفتوح، حمدين صباح، مستويسي، استاذ حمدين صباح، يعني عدد الناس. عدد من الناس. المهم ارتأى المجلس العسكري ان يخرج بالدكتور الجنزوري لاسباب لا يعلمها احد، لا يعلمها احد. المهم احنا ايه، انا تقديري ان هذا تعيين الدكتور الجنزوري هو تاكيد على رغبه المجلس العسكري في عدم المشاركه في السلطه، مش بس عدم انتقال السلطه، لا عدم المشاركه. يعني جايب واحد يطمئن تماما انه سيؤدي الدور الذي يؤديه رؤساء الوزراء دائما، حتى لو بصلاحيات يقال انها كبيره، في العهد العسكري هو من سنه 52، وهو ان رئيس الوزراء بمثابه سكرتير. هذا هو. لكن خلينا انا بقول لحضرتك نبص على الجزء الايجابي، انا عاوز اوصل الرئيس، انا عاوز اوصل الجزء الايجابي، يعني انا عندي تقييمي الشخصي. اتفضل. لكن اريد ان انظر الى الجزء الايجابي. اتفضل. الجزء الايجابي ايه؟ طيب انا عايز اعرف تقييمك الشخصي برضو، بس يعني انا شخصيا يعني ضد هذه الحكومه تماما، ضد كيفيه تشكيلها، اختيارها، المعايير التي قامت عليها، كل حاجه. تمام. لكن الايجابي خلينا نبص ايجابيا. احنا الان هذه حكومه عليها اعباء كبيره طبعا، يعني وهي اولا الامن والاقتصاد والاختناقات التموينيه الحاده، يعني على الاقل دول، امن، اقتصاد، سياحه، اختناقات تموينيه حاده. طيب والله اذا امكن ان هذه الحكومه تحدث تحسنا في هذه المجالات اللي انا قلتها لحضرتك، يبقى حبا وكرما، شال على الاعناق يعني، يبقى كتر خيرهم. نشيل على الاعناق لفتره، لا مش قصدي مش على طول، لا خلاص بطلنا على طول دي كمان. نشيل على الاعناق لفتره طبعا، الى حين تشكيل الحكومه الحقيقيه المنتخبه المنبثقة عن برلمان شعبي منتخب انتخابا حرا. فنصبر، متى يمكن ان تثار المشاكل في وجه هذه الحكومه؟ امتى؟ في ثلاث حالات. اتفضل. واحد، الحاله الاولى اذا لم تتم الانتخابات على النحو المطلوب. بمعنى ايه على النحو المطلوب؟ يعني بالمرحله الاولى حضرتك شفنا عدت على النحو المطلوب. نعم نعم تمام. نعم، يعني بمعنى الشفافيه، النزاهه، دي احسن انتخابات مع كل التحفظات، مع كل المخالفات. طبعا. مع كل احسن انتخابات شهدتها مصر في تاريخها. صحيح. وهذه مساله تحسب للمجلس العسكري قطعا. فاذا حدث اي نوع من اضطراب العمليه الانتخابيه، اذا حاول البعض اعاده بعث وثيقة السلمي، اللي هي وثيقة السلمي باختصار ايه؟ تجعل الجيش دولة فوق الدولة وسلطة فوق السلطات جميعا، وتجعل السلطات المنتخبة بغير صلاحيات. لا هي بس يعني صلح لي لو انا غلطانة، هي بس كان في البندين اللي هم علاقة بصلاحيات الجيش، ولكن الباقي هو ضمان للدولة مدنية وضمان هما دول الاساس. انت عارفة حضرتك المبادئ كلها متفق عليها، يعني ما عدا 9 و10 وما عدا الجزء بتاع معايير اختيار لجنه المية. لجنه المية، ولجنه المية دي عليها كلام كتير يعني. يعني لا، شوف، في لابد من الالتزام بما تم الالتزام به. يعني انت حضرتك قلتي كلمه يجب تحترميها. يعني حضرتك عايز اعاده بعثها، حضرتك عايز انها تتم تطلع تاني ونبتدي نناقش فيها تاني؟ لا مش عاوز اعاده بعثها، بقول لو اعيد بعثها الناس هتنتفض ضدها. يعني متى ينتفض الناس؟ اذا تم اذا لم تتم الانتخابات بالنزاهه الواجبه، ونرجو ان تتم. تمام. او اذا تم اعاده بعث، طلعت لنا تاني وثيقه السلمي، قلت لنا البرلمان اللي انتوا انتخبتوه ده بالله اشربوا ميته، انا ساظل صاحب السلطه العليا والبرلمان ده ملوش لازمه. هنا سينتفض الناس. الحاله الثالثه لو تم تاجيل انتخابات الرئاسه. طيب خليني اقف عند النقطه الثانيه اللي ليها علاقه بوثيقه دكتور علي السلمي، و الاشخاص اللي ليهم مصلحه اولى في عدم يعني في انه يتم الغاء وثيقه السلمي بعيدا مره ثانيه عن صلاحيات الجيش اللي هي الماده 9 و10 هم التيار الاسلامي، وتحديدا بالنتائج اللي طالعه في الانتخابات، لان هم بيفوزوا بنسب كبيره في الانتخابات ومتوقع كمان في المرحلتين اللي جايين، وان كان في امل انه ما تتمش بهذه النسب يعني في المرحلتين اللي جايين. بس في كل حته في الدنيا بسمعه صلح لي حك سفير، يعني
اللجنه اللي بتضع الدستور مش بالضروره تبقى هي مجلس الشعب. اللجنه اللي بتضع الدستور هي ممثله لكل فئات الشعب وطوائف الشعب، اللي مش بالضروره تبقى موجوده داخل المجلس اللي تم انتخابه بشكل ديمقراطي وما شابه. فبالتالي ما ايه الشيء اللي يعيق انه يبقى عندنا معايير لوجود لجنه بمعايير معينه لوضع الدستور، اللي هو دستور البلد اللي بيقعد سنين، اللي مش بيتغير مع تغيير الحكومه ولا تغيير البرلمان ولا تغيير الشعب نفسه. شوف، اقول لحضرتك حاجه، كلام حضرتك ده كلام فيه كثير جدا من الصحه، لكن في برضو طب صلح لي ارجوك. لا مش هصلح، اتفضل. لا احنا اتفضل يا فندم. احنا تبادل الراي هو عمليه اسراء متبادل للراي. صحيح. ما يقال عن ان الدستور لا تصوغه المجالس النيابيه هذا غير صحيح. ليه؟ الدستور مثلا في تونس، التجربه التونسيه، اخترتي جمعيه تاسيسيه هتقوم بدور البرلمان، انتخبتيها هي هتقوم بدور البرلمان وبدور الجمعيه التاسيسيه التي تصوغ الدستور. الدكتور معتز عبد الفتاح عمل دراسه نقلها عن جامعه برينستون في امريكا، عملوا فريق كيف تشكل تصاغ الدساتير. معظم الدساتير تصوغها المجالس النيابيه المنتخبه. لماذا؟ لما تيجي حضرتك تقولي اطياف المجتمع، من هي اطياف المجتمع؟ يعني كيف تحددينها؟ كيف تدركي الوزن النسبي ليها؟ زي ما احنا في التحرير مثلا، انا كل واحد عامل ائتلاف وكل واحد بيقول انا متحدث بيه، انا متحدث باسم الائتلاف. ازاي اقدر اخلص من هذا الى من هي القوى الحقيقيه او انا وزني ايه الحقيقي؟ هي بالانتخابات. صحيح. فالبرلمان بيعكس القوى النسبيه الحقيقيه في المجتمع. لكن وعندما تصوغ الدستور، تصوغ الدستور في فكر دستوري، في مبادئ ثابته، مبادئ حقوق الانسان. ما فيش دستور هيجي يقول لك والله تجوز التفرقه العنصريه بين البيض والسود. ما تعرفش بقى لو الاغلبيه قالت كده حد هيقول لهم لا. لا ما فيش، لانه لا، هذه مسائل انت حضرتك مرتبطه بمعاهدات دوليه. لا تستطيع ان تصوغ دستورا يخالف المبادئ الانسانيه العامه. صحيح. الشيء الثاني انه في كل النظم لا شك ان القوى السياسيه الغالبه تصوغ الدستور بتوجهاتها. هضرب لحضرتك مثلا. اتفضل. لما يكون في دوله شيوعيه مثلا، في بتؤمن بديكتاتوريه البروليتاري، تفتكر الدستور السوفيتي ما كانش بيعكس الايديولوجيه بتاعه الديكتاتوريه البروليتاري؟ اكيد طبعا. لما نكون في المغرب دولة ملكية، مفهوم، مش فاكرة ان الدستور بيعكس وضعية خاصة للملك؟ يعني الدستور يعكس توافقا وطنيا، انما ايضا يعكس حقيقة القوى السياسية الغالبة. فنيجي بقى لتعيين اللجنة. احنا مش في العالم، في عالم السياسة لسنا في عالم مثالي. لو واحدة زي حضرتك طيبة متجردة من المصالح تختار بنزاهة مطلقة وعدالة مطلقة يبقى كويس. مفيش أصلا ولا أي حد، مفيش حد كده. مفيش حد كده. فحضرتك بين خيارين، بين أن تترك اختيار اللجنة والقول الرئيسي فيها للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو مجلس غير منتخب يمارس سلطة مؤقتة، حتى لو كانت مطلقة لكن مؤقتة، وبين أن تتركي هذا ل 700 واحد يمثلوا منتخبين انتخابا حرا من الشعب ويمثلوا شرعية شعبية حقيقية. فأنا عندما أخير بين الاثنين، بين أن تعين لجنة الدستور بقرارات علوية من مجموعة صغيرة غير منتخبة، وبين أن تختار مجلس لجنة الدستور من ممثلي الشعب المنتخبين الذين يمثلون كافة الأطياف، يعني التوقع حتى في البرلمان القادم التوقع أن هيبقى القوى الإسلامية 60% والقوى الليبرالية والباقي يعني والباقون 40%. 40%. أنا مثلا عايز أقول لك حاجة، زي ما في استغراب من نجاح التيار الإسلامي، أنا بوجه تحية للكتلة المصرية التي استطاعت في وقت قصير أن تصبح قوة سياسية كبرى، بعندها 70-80 نائب. ده شيء
إنجاز كبير. طيب ست